السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم بمقطع جديد. مقطع اليوم رح احكي لكم كيف تحصلوا السب والكاكتو السب باسرع طريقه. اول شيء موضوع السب، خلينا نبلش. لازم تجي على البيوم الريدوود، يلي هو هذا البيوم الغابه الحمراء. اسمع، اول شيء خليني اقول لكم على شغله. اذا ما في عندك مودات ابدا، مبلش انت بارك فانيلا ولا مود، زيرو مود، في رح يكون عندك السميثي العادي. بتفوت على السميثي، في شيء اسمه وودن تري بلاتفورم، وفي عندك شيء اسمه تري سب تاب. او اذا انت مركب ابسط مود واهم مود بالنسبه لارك اللي هو الاس بلس، رح يكون في عندك اس بلس سميثي، ورح يكون في عندك شيء اسمه كرافتنج ستيشن. تجي لهون على كرافتنج ستيشن، طبعا اول شيء لازم تكون فاتحهم من هون، اللي هن هدول وودن تري بلاتفورم والتري سب تاب، هدول الاثنين. الاس بلس طبعا مثل ما قلت لكم اهم مود لارك اللي هو الاس بلس. رح يفتح عندك الاس بلس وود تري بلاتفورم والاس بلس تري سب تاب. طبعا في عندك ستون وفي عندك ميتال وفي جلاس، بس اقل شيء صرف موارد اللي هو الود. تمام، نجي هلا على الكرافتنج ستيشن. رح يكون في عنا الاثنين الاس بلس بالسميثي، ما رح تلاقيهم. هاي السميثي بتلاقيهم، مو اس بلس بتلاقيهم العاديات. اذا انت ما عندك ولا مود عم تلعب ارك فانيلا زيرو مود على الاخر، رح يكون في عندك السميثي العادي. برجع بعد لكم مره ثانيه، السميثي العادي بتلاقي فيه العاديات، وبالكرافتنج ستيشن بتلاقي الاس بلس. انا بقول لك ساوي وحده بلاتفورم تعطيها الموارد تبعها، تاخذ سميثي وفايبر وميتال انجت وود. فانا جايب الموارد تبعها اللي بتلزمنا لمساواتهم، هدول هنين. اول شيء ساوينا وحده بس من البلاتفورم، وانا بنصحك تساوي اربعه من هذا الساب تاب. هلا بالكل ليش بالضبط هي كرافت اول اربعه، انا جايب موارد على قدهم بالضبط. خلينا ناخذ البلاتفورم وبيجهز هدول لناخذهم. طبعا هاي الشغله بتساويها بالبيس عندك، انت مالك مضطر تجيب هاي الشغله معك للريد وود، بس انا حبيت ساويها قدامكم. تمام، اول شيء بدك تدير بالك لما تجي على الريد وود، لانه منطقه كتير خطيره. تمام، هلا بتنقي اكبر شجره موجوده. خلينا نجيب هدول، هاي على اثنين وهي على الواحد. تمام، بتلاقي اكبر شجره، بتقرب لعندها، تفتح البلاتفورم. شايفين شلون اخذ سناب بعد الشجره دغري؟ قد ما بتقدر علي بالشجره، عفوا عم اقولكم قد ما بتقدر علي بالشجره. بتقدر تحطها تحت، بتقدر تحطها واطيه اكثر من هيك، بس عليها منشان الديناصورات الموجوده بالريدود. منطقه خطيره للريدود. تمام، لنكمل هلا. حطينا البلاتفورم، هاي اول شيء. ليش قلت لكم تجيب اربعه من الساب تاب؟ لانه الشجره بيسعى عليها اربعه من هذا الساب تاب. شايفين واحدة بالشمال والجنوب وشرق وغرب، يعني بالاربع اتجاهات بتقعد معك واحدة على الشجرة، بتقعد معك اربع ساب تاب، وكل واحدة بتطلع لك كمية محترمة، كمية معتبرة من الساب. بتعطيها شوية وقت، بعد ما تركناه شوية وقت بتجي بتفتح الشنطة تبعه هذا الساب تاب، بتلاقي فيه ساب. ممتاز، وهذا الشيء اللي بدنا اياه بالاساس. حطينا أربعة بكل وحدة، رح تلاقي كمية يعني تقريبا قد بعض. شايفين كلياتهم أربعة أربعة، هداك أول واحد ثلاثة، هلا إذا بنوصل لعنده بنرجع بيكون أربعة. يعني بدل ما تاخذ أنت بس أربعة، رح ترجع تلاقي 12 10 12، يعني هيك هذا لساته ثلاثة يمكن آخر واحد حطيناه هاد. وهيك بتكون تعلمت أنت كيف تجيب الساب لعندك. ايه اصدقائي، بالنسبة للكاكتوس ساب بنجي على البيوم الجبلي هاد او الصحراوي. انت عم تتمشى فيه بتلاقي الصبار بهذا الشكل، تنزل لعنده. هدول الاثنين، في هدول الصغار وفي الطويلة. طويلة مثل خلينا نقول مثل الشجرة، لما تكسرها بالهاتشيت تعطيك كاكتوس ساب كمية معتبرة، تعطيك ثاتش، لهيك قلت لكم مثل الشجرة. لما تكسرها بالبايك تعطيك تاتش اكثر من الكاكتوس ساب. شايفين شلون؟ فخليك اذا بدك الصبارة الطويلة كسرها بالهاتشيت، او تجي لعند هاي
الصبارة الصغيرة هي مثل النباتات هي يلي بتعطيك فايبر وبيري، هي بتعطيك عفوا خدنا ستون، شايفين اعطتنا فايبر وكاكتوس ساب وبيري كمان. هاي واحدة تانية شايفين اعطتنا بيري وكاكتوس، كاكتوس ساب. والشي اللي كتير حلو ونادر كتير، شايفين هدول النباتات بيكونوا بس قدام هدول الصبار، بس هاي النبات الوحيد بالماب كلياته اللي بيعطيك السيف. يعني هذا المقطع حكينا فيه عن 3 شغلات اللي هن الساب والكاكتوس ساب والسيلك، هاي تعلمنا 3 موارد جديدة كيف بنجمعها بأسرع طريقة. وإن شاء الله يكون عجبكم المقطع، وإن شاء الله تكونوا عم تستفيدوا معي بلعبة أرك، ويسعد لي أوقاتكم.